عن جد يعني بتمنى يكون في عندنا جمهور مثل هالجمهور هيك بيواكب فريقه باحترام اكيد، وجمهور رائع من اهم الجمهور يعني انا اللي شفته عم بلعب بكاريرتي كلها بلبنان. Thank you, thank you. What do you think about home Edmonton fans? They're amazing. I mean, every single time you go to the court when it's your home game, it's orange hat. Yeah, it's already full. They go there at noon for a 5 o'clock game, and it's just the energy in the building is amazing. And you just have you have support every single second of the game. It's never quiet. They're always on their feet. They're always cheering, no matter what you do, win or lose. We started off the season terrible, and they never abandoned us, not one bit. Now that we're doing well, they're a huge part of that. How can you describe the world of American fans? Unbelievable. Unbelievable. All the words. Unbelievable. Thank you. على ملعب هوم إدمونتون التوفيق وتقدم الفرقة النتيجة وتكسب. لا 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 مش معقول مش معقول. ديو تكسب بروح على ستانلي اي لاف ذيس جيم بيسجل ديو تكسب نقطة الرابعة وبيرجع بيعمل فارق 10 نقاط بيعمل الفاز وبيسجل. غريب عجيب
بوقت صدامهم على الألف فريدة ثلاثيات ماركو رسيا لا 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 ماركو رسيا بيضرب من المسافة البعيدة سباكت الجوبي برا ترسطد ترسطد I love it game ما معقول بلا مباراة دفاع هومنتمن في كم اسماعيل احمد في مرض الفكتر جوبوغن ما معقول ما معقول جوبوغن بيعترضه لزميله السابق اسماعيل احمد في بلقطة جبت الاستعراضي بيخلي الفرق 19-54-65 بريك سريع ذكية I love this game يا شو يا فوغل متبقي لها الهجمة رالف هايل يخترق يخترق العائل والله رالف رالف عايل بيسجل مع الخطأ لبرا عند سباكت اتجاه اللي بيخترق يخترق وبيسجل بيسجل سباكت اتجاه يخسر الصابي وصل ديون ديكسون ديون ديكسون I love this game ما معقول شو هاللاعب Oh, man, it's me. Yeah, I'm
Yeah.